سهم وقلبي والعين للعين بتقول أشعار اتنين اتنين سهم وقلبي والعين للعين بتقول أشعار يجي المأذون والعيش يكون جنة وعيون أو حفرة نار يجي المأذون والعيش يكون جنة وعيون أو حفرة نار اتنين عايشين واتنين مساكين اتنين عايشين واتنين مساكين قايمين نايمين في شكل ومقار اتنين عايشين واتنين مساكين اتنين عايشين واتنين مساكين قايمين نايمين في شكل ومقار اتنين اتنين الدنيا كده وردة لها شوق وعليها ندى اتنين اتنين الدنيا كده وردة لها شوق وعليها ندى وتفرح ناس وبقية الناس وتفرح ناس وبقية الناس بتدوق ده وده وتفرح ناس وبقية الناس وتفرح ناس وبقية الناس بتدوق ده وده اتنين أعداء كانوا عشاء بعد الأشواق عايشين في مرار اتنين أعداء كانوا عشاء بعد الأشواق عايشين في مرار واتنين سعداء عايشين في هناء ما كانوش عشاء لكن شطار واتنين سعداء عايشين في هناء ما كانوش عشاء لكن شطار واتنين تانيين يملكوا ملايين واتنين تانيين يملكوا ملايين وعطشانين زي الصبار واتنين تانيين يملكوا ملايين واتنين تانيين يملكوا ملايين وعطشانين زي الصبار اتنين اتنين الدنيا كده وردة لها شوق وعليها ندى اتنين اتنين الدنيا كده وردة لها شوق وعليها ندى كش ملك هايل انت هايل النهارده يا ولد كان نفسي الاعب هاني وانا في الفورمه دي وهاني جالك بنفسه يا سيدي تعالى تعالى الحقني عامل معاك ايه الشبل ده انا شاكك ان واخد منشطات النهارده كده يبقى نعمل له تحليل عايزك في موضوع مهم ايه دلوقتي تعالى بس موضوع ما يحتملش التاخير موضوع ايه تاني يا دكتور خير الموضوع اللي ما بقاش ورايا غيره يا فايز امبارح اتخانقنا في التليفون وقفلنا السكه في وش بعض انتم الاثنين طب تيجي ازاي دي بتتكلم معايا وهي عصبيه جدا فعلت عليها انفعلت عليا قفلت السكه في وشي يبقى هي بقى ال لا بس انا ما سكتش انا كمان طلبتها في التليفون واول ما قالت الو رحت قافل السكه في الشحن معقوله معقوله تعمل كده يا هاني اعمل ايه بس يا فايد انا مش عارف ايه اللي بيخليني اضعف كده اي حاجه ما كانتش بتعجبني كنت بصور عليها
الا ما هتاب مش عارف ايه اللي يخليني اضعف قدامها. تفتكر الحب؟ اكيد مش عاوزه اي كلام يا هاني. اشجع الشجعان بيتحول لمخلوق وديع مستأنس اول ما بيحب. لكن ما قلتليش سبب الخناقه كان ايه؟ حاجه تفهم الحاجات اللي بتجنني بيها كل شويه. مش عايزاني يا سيدي اتقدم لها دلوقتي. انا خلاص زهقت من تفكيرها العيالي ده. غلبت اعالج دلعها ازاي ده وطريقه عيشتها دي الغريبه عني مفيش فايده. بس يا فايد لو ما كنتش بحبها كانت المشكله اتحلت. تسمع نصيحتي يا هاني؟ ده اللي انا بكلمك علشانه. لازم تدوس على قلبك شويه يا هاني. يعني ايه يا فايد؟ اسيبها؟ لا مش قصدي يا هاني، انا قصدي انك تكون معاها على طبيعتك. هاني مجاهد، الشخصيه القويه الجباره اللي الكل بيحبها وبيحترمها وما تضعفش قدامها ولو لحظه، ولانها هي كمان بتحبك عمرها ما هتفرط فيك، وشويه شويه هتتغير هي كمان للاحسن وتبقى على هواك. تفتكر المعامله القاسيه دي ممكن تجيب معاها نتيجه؟ مؤكد، بس مش لازم تنفذ لها اي طلب الا لو كان ضروري. وما تنساش برضو انها غيرتك للاحسن، يعني اختيارك للبسك، اختيارك لنوع عربيتك، كل ده ما كانتش غلطانه فيه، لكن في حدود لتدخلها في خصوصياتك وشخصيتك. ومش انا بقى اللي هعلمك يا دكتور، ده انت استاذ ومتمكن. من النهارده هتشوف هاني جديد. هتشوف هاني جديد خالص. اذا كان عاجبه انا مش هتنازل. اللي ريحك يا ماهر، بس كده بقى هاني ممكن يزعل. يزعل ازاي؟ وقصة الحب الطويلة العريضة اللي بينكم وسيرتكم اللي بقت على كل لسان. هو اللي بيضيعها. لا يا ماهر، انت بقيتي هوائية خالص وكل ساعة بحال، وده مش كويس. طيب انا عايزاكي تفكري كويس يا ماهر. هاني حبوب وابن حلال وبيحبك وعمل حاجات كتيرة قوي علشانك. يا ريت يا حبيبتي ما تخسريهوش. طيب اوكي، ربنا يهديكي ويهدينا. مدبولي افندم. يا دكتور في حد اتصل بيا؟ ايوه يا فندم. مين؟ الاستاذ وجدي الحريري كان عايز. في حد غيره اتصل؟ لا يا دكتور، هو كان عايز. طيب خلاص روح انت دلوقتي. اصل الاستاذ مدبولي تحت امرك يا دكتور. الو مدبولي، اديني الدكتور. مرسي. الو ازيك؟ كويس الحمد لله. متأسف. عايز ايه؟ اصلا انا امبارح كنت سخيفه معاك قوي. انت زي يعني اصلا انا بحبك خالص، مش عايزه اخسرك، وبعدين خايفه من ماما كمان. اظن انا بتقدم لك انت مش بتقدم لمامتي، ولازم الراي يبقى رايك انت وطالع من دماغي. بص انا فكرت لقيت ان انت عندك حق، انت تتقدم ولو ماما اعترضت انا ممكن اتصرف معاها. يعني انت موافقه اني اتقدم لك؟ انا هقول لماما انكم جايين بكره. مبسوط؟ طبعا مبسوط. النهارده أسعد يوم في حياتي يا ماهر. وفي حياتي أنا أكتر. هاني. نعم يا حياتي. أنا هطلب منك حاجة. بص بقى، أنت تيجي عادي خالص، لابس لبس عادي، ولا بدلة سودة ولا قميص أبيض ولا الحاجات التقليدية اللي هما بيعملوها دي. بس بدلة الفرح أنا اللي هبقى أختارها لك. أهلاً خالد. اتفضل. هاني. كويس إنك لابس، عايزك في مشوار نص ساعة كده. على فين دلوقتي؟ انا عنده ضيوف، انت مش شايفهم ولا ايه؟ ده نص ساعه وراجعين على طول. اسمعني بس يا هاني، دول هيباتوا. طيب يعني اكيد هيتعشوا. عندك عشاء؟ طبعا لا. عندك فاكهه؟
لا فعلا ما عنديش. شفت؟ يبقى اكيد كنت هتنزل تشتري. يلا بينا. افهمني افهمني بس، هنروح فين دلوقتي؟ المحل بتاع وليد اخوك فاتح دلوقتي. هنروح محل وليد؟ هننزل المهندسين دلوقتي؟ بارك لي يا فايد، هنزل اشتري بدله علشان اتقدم بيها المهيتاب. ايه؟ مامتها وافقت؟ هتوافق يا استاذ، ده انا هاني. طب انا عاوز افهم، امتى وهتشتري بدله الفرح؟ انا ذنب ايه اجي معاك؟ اصل هي ليها مواصفات معينه في البدله، وانا عارف ان ذوقك قريب من ذوقها. لا يا استاذ، اوعى تفهم ان ده تراجع مبدئي. احنا اتفقنا ان ساعات اراها بتبقى مظبوطه. ما شفتهاش وهي بتكلمني في التليفون، برقه ايه وخضوع ايه وندم ايه. طب تكير بقى يا هاني، جايز تكون بتهودك دلوقتي، لكن بعد الجواز. لا يا استاذ، انا خلاص لقيت الحل. استنى بس، انا قضيت 10 سنين في اوروبا بعد ما اتجوزت. انتوا عارفين طبعا السفاره والشغل هناك كان مجهد جدا، بس ريلي كان من ورا العقل. قضيت اجمل ايام حياتي، فانتاستيك. واضح يا مدام رشيده، الحقيقه كل حاجه في الفيلا بتدل على ان ذوق حضرتك عالي جدا. مدام احسان ما زارتش اوروبا قبل كده؟ لا والله ابدا، انا طول عمري قاعده في الصعيد. الصعيد؟ الوالد الله يرحمه كان مهندس ري كبير في الصعيد، بس كان كل سنه بيتنقل في بلد تانية. الحقيقه كان راجل عظيم، ودايما كان يحب الاعتماد على النفس، وعلمني اني اعتمد على نفسي كويس خالص. في الحقيقه الانسه مهتاب اول ما شفتها في الكليه لفتت نظري، علشان كده انا بيسعدني اني اطلب ايدي الانسه مهتاب من حضرتك. الراي راي مهي، رأيها باين على عينيها. بس أنا ليا شرط. شرطك إيه يا مدام؟ مهتاب دي نور عينيا، وجودها معايا بقى زي المية والهوا، ما أقدرش أعيش حياتي من غيرها. قصدي حضرتك يعني إن إحنا نعيش هنا في الفيلا؟ برافو، أهو أنت فهمت قصدي. أيوة، بس في الحقيقة أنا كنت فعلا جهزت شقة في مصر الجديدة. هاني، ده شرطي الوحيد، أظن مش كتير عليا. خلاص، اللي تشوفيه حضرتك. مهتاب، مهتاب حبيبتي، اصحي صحي النوم. ايه ده؟ في حد يعمل في حد كده؟ بتصحيني ليه؟ يلا يا حبيبتي عشان رايح كلية. طب ما تروح، انا ذنبي ايه؟ ذنبك ايه؟ كسل شوية، كسل، جرب بس، جرب الكسل جميل. لا يا حبيبتي، الكلام ده كان زمان، دلوقتي في مسؤوليات أكبر. في طلبة زي الورد زي حضرتك كده مستنييني علشان أملى لهم عقولهم الفاضية. يلا مال عشان تروح كليتك. لا مش عايزه املى عقلي انا بحاجه. لا بقول لك ايه، انا المدرس بتاع السكشن بتاعك، ولو اتاخرتي او غبت النهارده هحرمك في الامتحان. انا بصراحه بحب الرجاله اللي من النوع ده، ليهم شخصيه ويعرفوا يفرضوا كيانهم وجودهم على البيت بتاعهم. يا سلام، يعني هو يبقى له وجود وكيان وانا ولا حاجه خالص. يا بنتي انا ما قلتش كده، بس في اللي هو عمله ده بالذات صح، وصح صح كمان. قلبه عليك يا شوية يهددني أحرمك من الامتحان عشان أستاذ يعني في الجامعة. ده منطقك بقى وانت حرة فيه. تقدري تقولي كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت في عيد ميلادي فين ما انت عارف. وده صح برضه؟ طبعا يا صح، دي سهرات مجموعة اللي تي، وانا متعودة على كده من زمان. الكلام ده يا هانم كان قبل ما تتجوزي ويبقى لك بيت، انما انت المفروض دلوقتي ليكي زوج وبيت، ولازم تخلي بالك منهم وتراعيهم. مش فاهمة يعني ايه؟ يعني انا فجأة اقول لاصحابي كده انا اسفة مش هعرفكم مش هصاحبكم عشان انا اتجوزت؟ اشمعنى انا غيرت حياتي كلها من يوم انت ما دخلتيها؟ الحياة الجديدة يا هانم زي الزرع، محتاج رعاية عشان ينمو. ما بفهمش الفلسفة دي، الحقيقة صعبة عليا خالص. تقدري تقولي لي انت اتجوزتيني ليه؟ طبيعي كل الناس بتتجوز، ثم ان كل صحباتي اتجوزوا، هقعد انا من غير جواز؟ يعني انت اتجوزتيني علشان كده؟ في ايه؟ انا عايزة افهم انت بتتكلم كده ليه؟ وكيل نيابة
انا مش عارفه اتفاهم معاك. احتمال ماما تقدر تشرح لك موقف. الله يا ماما. تعالي هنا. رايحه فين؟ تعالي ماما. مهتم ماما في ايه؟ مهتم مش عارفه. انا مش عارفه في ايه. قلت لك تعالي هنا. احنا بنلعب ولا بنلعب؟ فكرنا لسه مخطوبين وكل واحد هيطمس بالتاني يسيبه ويمشي يروح النادي او الشارع؟ لا يا هانم، احنا دلوقتي متجوزين واي تفاهم لازم يكون بينا من غير ما حد يتدخل. اما تقفيها يا هانم. عندك اساليها. انا بسالك انت ترد عليا على طول. انا عارفه انا عارفه عمال يمثل فيا من الصبح زي ما اكون خدامه عنده. ان انا عملت حسابه لقيته. اما لو كنت سبتها تعيش عندك ولا عند مامتك كنت عملته فيها ايه؟ كنت ضربتها؟ لا يا استاذ، انا بنتي متربيه على الغلي ومتدلعه، وجوزتها الانسان اللي بتحبه اللي هو حضرتك عشان ما احرمهاش من حاجه بتحبها. طول عمري انا معاها كده. لا يا هانم، اذا كانت بنتك فاهمه ان انا عريس لعبه بزنبلك هتملاها وتلعب بيها وقت ما هي عايزه، ولما تزهق منها ترميها، ولما تحب تلعب بيها ترجع تملاها تاني. لا، اذا كنتوا فاهمين كده تبقوا غلطانين. اللي يشوفك وانت بتتكلم دلوقتي ما يشوفكش قبل الجواز، وانت بتجري وبتتكفي وهتتجنن عليها دلوقتي. خلاص ملكتها. لا يا استاذ لا، ده بعدك. فكريه يا ماما من فضلك لانه غالبا ناسي. لا يا هانم انا مش ناسي، انا فعلا كنت بحبك ولسه بحبك. سقت عليكي طوب الارض علشان توافقي تتجوزيني. ابتسامه منك كانت بتطلعني للسما، واي زعله منك كانت بتنزلني لسبع ارض. عارفه ليه؟ علشان بحبك ولسه بحبك. بس ده مش معناه انك تدوسي على احاسيسي ومشاعري. انا ماشي يا هانم، رايح شقتي اللي هي شقتنا واللي هنفضل فيها طول العمر ده لو حبيتي. مساء الخير يا مدبولي. مساء الخير يا ابني. خير يا دكتور؟ حضر لي العشاء. ولا اقول لك مفيش داعي. مالك يا ابني؟ احكي لي، ايه اللي مضايقك؟ الظاهر اني غلطت يا عم مدبولي. افتكرت ان انا داخل الجنه، اتريني رحت للنار برجليا. في حاجه بينك وبين عروستك؟ يا ريتني سمعت كلامك. سامحني لما زعقت فيك وقلت لك ما تتدخلش في حياتي. كان قلبي عليك. كان الحب عميني. لكن يا ابني الوضع دلوقتي اختلف. دي مراتك ولازم الميه ترجع لمجاريها. تفتكر؟ طب بس احكي لي انت على كل حاجه واللي فيه الخير يقدمه ربنا. هحكي لك ايه ولا ايه بس؟ يعني اقول لك شيء؟ استنى لما احضر لك العشاء الاول. حاضر، وانا بالمره هغير هدومي. طيب يا ابني. مساء الخير يا عم مدبول. اهلا وسهلا. اتفضل يا ابني. شك يا عم مدبول. الدكتور موجود؟ ايوه يا ابني موجود. ده لسه راجع من بره دلوقت. هو ماله يا عم مدبولي؟ انت الظاهر عندك فكره. انا سالت في البيت التاني قالوا لي خرج زعلان. ربنا يستر. ما تمشوري يا ابني. حاضر. يا عم مدبولي هو نايم؟ لا، ده انا لسه هحضر له العشاء. احضر لك تاكل معاه. متشكر يا عم مدبولي، انا تعشيت الحمد لله. طيب يا ابني. مش معقول يا ماهي، دي اسرع فركشه شفتها في حياتي. فركشه ايه بس اللي انت بتقولي عليها؟ دول شويه زعل بساط، وبكره يروحوا لحالهم وبكره يرجعوا لبعض. وبتروحي الكليه وبيشوفك وبتشوفيه بعد كل اللي حصل ده. لغايه دلوقتي ما رحتش ولا مره، بس بكره ان شاء الله هروح. بكره العين لما تيجي في العين القلب هيحن وهترجعوا لبعض تاني. تفتكري؟ طبعا افتكر. ده بيحبك قوي يا ماهي، وانت كمان بتحبيه. هو صحيح كان بيعترض على بعض تصرفاتك، بس افتكر المده اللي فاتت دي كلها كافيه في انك تفكري في اللي حصل وتقدري لوحدك بس تاخدي القرار اللي تحلي بيه مشكلتك بعيدا عن ماما وعن اصحابك كمان. دي حياتك انت يا ماهي. مشكله ايه يا ميار؟ الحكايه اللي بتحكيها نبيله اختي دي ما تستاهلش ده كله. ما تستاهلش ازاي بقى يا فيلسوف؟ ايوه ما تستاهلش. انا شايف ان هاني ده غلطان لانه مش قادر يقدر تصرفاتها ولا طبيعتها.
لا برافو يا نبيل. لا تصدق انت محلل اجتماعي. طب ايه رايك تيجي معانا الكليه تعمل لنا ابحاث؟ لا وممكن اطرقع لك صوابعك كمان. انت بتتريق يا استاذ. ايه الكلام الفارغ بتاعك ده؟ وايه الهزار البايخ ده؟ بدل ما تحلوا مشكلتها جايين تدوش دماغها. مين؟ بلا نو نو بلا نو بلا ايه ده؟ سيبوها لوحدها خليها تفكر في هدوء ازاي تحل مشكلتها. هتندمي يا ميمي. يا سلام. ايه فركش دي؟ احنا لسه ما قعدناش ولا اكلنا حاجه ولا شربنا حاجه. دايما همك على بطنك طفص. اخسى عليك يا بياض. احنا كنا ناويين نرقص ونخليها تفرفش معانا شويه. رقص ايه وكلام فارغ ايه؟ احنا جايين نذاكر ولا جايين نرقص؟ انا قلت فركش شويه فركش. يلا يا جماعه يلا عشان انا توترت. هي معيار كده دايما بتاعت مقالب. يلا يلا بينا. البحث ده هيكون عن نماذج مختلفه من البيئه الشعبيه والاماكن الكثيفه للسكان. ادخل. اتاخرت ليه؟ اتفضل يا هاني. تبيش تاخري عن ميعاد بدء المحاضرات. كل واحد منكم هيختار نموذج من النماذج اللي وصفتها في اول المحاضره وهيعمل بحث عليها. برافو عليك انك جيت. ويراعى ان تكون هذه النماذج متبادله فيما بينكم بالاتفاق. وانا ان شاء الله هراجع معاكم هذه النماذج وهناقشها بعد الانتهاء منها. وما كلمكيش في حاجه خالص خالص يا ماما. معني رايحه متاخره كالعاده وقلت بالتاكيد هيزعقلي في المحاضره. مهم ان انا قلت لو زعقلي هقول لرئيس القسم اقول له ده جوزي وفي خلاف بيننا عشان كده مضطهدني. الحمد لله ما حصلش لانه اكيد كان هياثر عليكي وعلى وضعك في الكليه. قولي لي في حد في الكليه عارف باللي حصل بينكم؟ مفيش غير صحابي قريبين مني بس. وما تعرفيش حد كتير. مين عارف بكره هيحصل ايه؟ مش يمكن ترجعوا لبعض؟ تليفون عشان تهدي. الو شريفة. مش معقول انت بتتكلمي منين؟ بحر احمر ايه واخضر؟ انت لسه في شهر العسل؟ هموت واشوفك. الله. طب ما هو مهندس بترول ده طب ما يجي هنا يشتغل في محطة بنزين وتعيشي في القاهرة احسن. يا بدل الصحراء الحفرة الجفرة دي اللي انتوا فيها. انا كويس الحمد لله. انا كمان كويس. يعني كان حاجه كده زي السفر برضو بس. الو الو شريفه. خط اتقطع. شريفه دي هي عندها امتحانات هنا في الجامعة وبعدين جوزها مهندس بترول في الصحراء مش عايزة تيجي تمتحن وتسيبه لوحده. عبيطة. ولكن مش عبيطة. رايحة فين؟ أنا هغير هدومي وهخرج. مالك حبيبتي فين؟ قلبي. خطة ذكية منك قوي يا هاني. أولا حبيت أضرب عصفورين بحجر، الجانب الدراسي في البحث وتأثير ده على شخصيتها. تفتكر؟ ما هي مشكلتها مامتها؟ ربتها بعيد عن المشاكل، حاولت بعد موت والدها تعوضها عن كل حاجة، تديها الحنان والحب وتوصيل كل حاجة لحد عندها، لحد ما ماهي ما بقتش تتحمل أي مسؤولية، بقى اعتمادها كله على مامتها. واتجوزتها ليه لما انت مكتشف فيها كل النواقص دي؟ اولا لاني حبيتها، ثانيا لان المشاكل دي ما اكتشفتهاش الا بعد الجواز، ثالثا وده الاهم ان لا زال عندي امل ومش هفرط في حاجه ابدا.
على الطريق ضيق. يلا نرجع. نرجع ازاي بس؟ طب والبحث يا وائل؟ نجاوب على الاسئله بنفسنا او نعمله في اي حته تانية. هي معضله. يا سلام، الدكتور محدد الشريحه الاجتماعيه وما نقدرش نغيرها. مش احنا وصلنا خلاص؟ اركن بقى في اي حته، المهم انك تكون عارف السكه كويس. ما يجراش حاجه يا وائل، اتمشى لغايه هناك وخلاص. يلا امري لله، اتفضلوا. يلا يا جماعه. بونجور. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. احنا طلبه كليه الاداب قسم اجتماع، جايين نسال حضرتك سؤالين. بتوع التامينات؟ لا، احنا بتوع الجامعه، بنعمل بحث وعايزين نتكلم معاكي شويه. ممكن؟ بس احنا بندفع التامينات يا ستي. احنا مش بتوع التامينات، احنا لسه طلبه وندرس في الجامعه. اهلا وسهلا بيكوا يا بنتي. لا مؤاخذه، ما عنديش كراسي كفايه عشان تقعدوا. لو سمحتي ممكن نسال حضرتك شويه اسئله؟ اسئله؟ هما 3-4 اسئله. المفروض ان احنا بنعمل بحث للمنطقه كلها. على فكره الدرجات دي احنا هناخدها اخر السنه. وماله يا بنتي، ربنا ينجحكم وينجح مقاصدكم. قادر يا كريم. قولي لي بقى، نحب نعرف الاول. انتوا تقولوا لي الاول، تحبوا تشربوا ايه؟ ابدا ولا حاجه، مش عايزين نتعب حضرتك. ايه ودي تيجي برضو؟ لا ميرسي خالص، مش هنقدر. يبقى ذوق الحلاوه بتاعتي. اتفضلي اتفضلوا. دول معددين ياما. اسكت يا واد، ابقى عدهم تاني. اتفضلي اتفضلي، ما تكشفوش ايدي. كفايه كده بقى. لا ازاي بقى؟ لا كفايه بالهنا والشفا. اسم حضرتك ايه؟ اسمي فاطمه ابو سريع الباشا. الباشا؟ اي والله جدي كان اسمه الباشا. الا قولي لي بقى، حضرتك عندك كام سنه؟ ولا ما انا عارفه يا بنتي، قولي 40 45 50، ما تعديش. قولي 45. نوع النشاط ايه بقى؟ مش واخده بالي يا بنتي. يعني حضرتك بتشتغلي ايه؟ او زي ما حضرتك شايفه كده، بنلف الحلاوه حاجه على القد. حضرتك بتلفيها بس ما بتصنعيهاش؟ اصنعها انا؟ لو اصنعها يا بنتي هتعذر اسمال كبير، ودي حاجه مش في ايدي. ومتوسط الدخل بتاع حضرتك كام يعني؟ بالتقريب مش بالظبط. اهي مستوره والحمد لله. ايوه يعني كام؟ 300 مثلا؟ 300 ايه؟ 300 جنيه. يسمع من بقك ربنا ويوقف لك ولاد الحلال. طيب 250؟ هم 100 بس، مفيش غيرهم. فضل وعدل من عند ربنا. انت ما عندكيش ولاد؟ عندي 3 في عين العدو، محمود وسعديه ونصر في مشوار وزمانه جاي. وحضرتك بقى صاحبه المحل ده؟ لا يا بنتي انا مأجراه. ده انا مأجراه من زمان قوي، من قبل المرحوم جوزي ربنا ما يفتكره. وحضرتك جوزك ميت بقاله كتير؟ من سنه جاله شويه تعب كده في الكلى، رحت بيه المستشفى. الدكاتره قالوا لي عنده مرض كده، بسم الله الحفيظ اسمه، ولا ما انا فاكره اسمه يا بنتي، اسمه فشل كلوي. هو ده. يبعد الشر عنك وعن السامعين يا بنتي. طب ما عالجتيهوش ليه؟ منين بس؟ ده الدكاتره قالوا لي ان المره الواحده في العلاج بقد اللي بناخده في سنه. اهو فاضل نايم في فرشيته لغايه ما ربنا افتكره. ايام بعيد عنك قتيله سنتين، اللي جاله جاله في رجلين، وانا وابوه غلبنا لفينا بيه على كل الدكاتره، في الاخر رضينا باسمتنا وهو قاعد زي ما انت شايفه بيعد الحلاوه اللي احنا بنلفها. وسعديه ما راحتش المدرسه؟ هو احنا قد التعليم يا بنتي، قاعده بتساعدني هي كمان. يعني انتوا الاربعه عايشين بال100 جنيه دول بس؟ ابنك الكبير ما بيشتغلش؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابني الكبير نصر بيشتغل عند عجلاتي، البهوات بتوع الجامعه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. وبتاخد كام عند العجلاتي؟ خير يا امه، هو في حاجه؟ لا لا مفيش حاجه، ده احنا من الجامعه وبنعمل بحث، ما تخافش. انا باخد 12 جنيه في الاسبوع. ايه ده 12 جنيه بس؟ اهو فضل من عند ربنا وهي ماشيه. طب ليه يا ست فاطمه ما بتروحيش اي مكتب من مكاتب الشؤون الاجتماعيه تطلبي اي معونه اجتماعيه؟
نشحت يعني يا مدمازيل؟ لا 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 ما اقصدش، اقصد يعني مساعدة مادية تساعدك على ظروف الحياة. يا مدمازيل المساعد هو الكريم، ما بينساش حد ابدا. طب يلا بينا يا جماعة بقى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خدي يا شكرا مش عايز حطي فلوسك في شنطتك يا بنتي، مش هياخد منك حاجه. عشان خط لا شكرا مش عايز يا بنتي، قلت لك حطي فلوسك في شنطتك. انستي وشرفتي. كنت خلاص كنت هقع من طولي. يا بنايا يا ابني، انا عايز اكل واريح شويه كده ياما عشان الحق ورديه بعد الظهر عند اللصه رجب ياما بتاع الورشه بتاع الميكانيكا، يمكن ياما تكون فتحه خير بدل شغله العجل اللي مش جايبه همها دي. بقول لك ايه يا ست الحبايب، انا طالما ربنا فرجها علينا وجت من باب واسع، خدي بقى ادفع ايجار الاوضه لسعد افندي. يجعل الطيب من نصيبك يا نصر يا ابني يا حبيبي. يا بنتي تصدقتي ده كل ده تمثيل في تمثيل، ده الواد اللي بيشتغل عجلاتي ده تلاقيه بياخد الشيء الفلاني بقى ضمن ده، الناس بيكسبوا حتى اللي يقضيهم عيش حاف. طب ما اديتهمش من معادي ليه؟ انا مش مستنياكي لما تقولي. طبعا حاولت اديهم بس هم رفضوا حتى ياخدوا جنيه واحد. طبعا ما هم مش عايزين جنيه واحد، دول عايزين 20 30 50. بس بقى بس بالمناسبه نديتهم اكتر من كده بكتير، بس هم نفسهم عارفين. مش عارفه انا ما بتقيش معاكم في ايه، انت كمان انتوا اساسا ما بتحسوش. والطفل نفسه مع ان مش كل البشر
100 جنيه في الشهر يعملوا لها ايه دول؟ ايه اللي مخليها راضيه بالشكل ده؟ ولا بتشتكي؟ طب ازاي الست دي بتقدر ترفض المساعدات؟ درجاتي درجاتي في ناس عايشين ومش عايشين. ايه ده؟ ايه ده؟ انا عايزه افهم. حبيبتي انتي بتكلمي نفسك؟ لا يا ماما مفيش حاجة. ليه ما كلتيش الكريز اللي جبتهولك؟ انا لفيت السوق كله النهارده عليه. مين يا ماما قالك تلفي على السوق كله؟ انتي اللي طلبتيه يا حبيبتي، انتي ناسيه ولا ايه؟ وافترض يا ماما ان انا طلبته تلفي على السوق كله؟ السوق كله يا ماما ليه؟ لو ما كلتش كريز الكل هيقف. قلب الخاصة يا ماما قلب الجزر. حرام يا ماما اللي انت بتقوليه ده، حرام. التفاهه اللي انا عايشه فيها دي. مالك حبيبتي؟ ايه قولي لي انت عايزه ايه وانا لا مش عايزه حاجه. خلاص انا مش عايزه اي حاجه. كفايه عليا قوي اللي انا شفته النهارده. شفتي ايه يا حبيبتي؟ النهارده مش طبيعيه خالص، انت متغيره قوي. انا متغيره، انا فعلا اتغيرت. يا ريتني كنت اتغيرت من زمان، كنت بقيت احسن. اكتشفت ان انا مش عارفه اعيش من غيرك. اعيش معاك بطريقه بترضيك وتريحك. مبسوط؟ هات الشمس. لا اقدر اشيلها لوحدي. بتحبني صحيح يا هاني؟ طبعا بحبك. وانا لو ما كنتش بحبك كنت اخاف عليك ولا اهتم تعيش صح ولا غلط. الحب مش واحد واحده وبس يا بهيتاب، الحب دنيا بحالها. وعشان نحب صح لازم نخلي حياتنا كلها صح. خلي بالك انا ما عنديش كريز. مش مهم. ولقيت ابيع العربيه علشان اشتري مكتبه ابيع فيها كتب دراسيه للطلبه باسعار مخفضه. والله المشروع يبني. اول مره اخد بالي انك لابسه اسود على بيج. دي فيها ايه؟ ما يدوش على بعض. تشرحي لك انت في اللبس. وشعرك كده مش حلو. يا ريت بتعمليه كميش ولا كاريه ولا قصه الاسد. تشرحي لك انت في الشعر يطلع. ماله بقى الصلاه على باب. هتلبس باروك. مفيش باروكة. لا هتلبس باروكة. لا مفيش باروكة. بلاش تلبس باروكة. وانا قلت مفيش باروكة يعني مفيش باروكة.